السلام عليكم، ازيكم عملاء من القبطان؟ عاملين ايه؟ جينا لكم النهارده بطقم الاركبالي المغنيسيوم 60 قطعه. الديكاله بتاعته بتكون كامله، حاجه في منتهى الشياكه. الطقم حراري، يعني ايه حراري؟ بيدخل الميكرويف وغساله الاطباق، ومتوفر منه اشكال كتير وسعره بجد ممتاز جدا. معانا اول حاجه 2 سيرفيس كبير، ممكن تستخدمي للرز او المكرونه او المحاشي. الصغير ممكن تستخدمي للحلويات. معانا برضو 2.6 طبق للرز مسطح او المكرونه، يعني على حسب بقى انت عايز تستخدميه في ايه، براحتك اللي انت عايزاه. شايفين ده الختم بتاعه، صنع في الصين، ميدل تشاينا، بيدخل الميكرويف وغساله الاطباق. طقم هيشرفك قصاد ضيوفك بجد من شياكته وسعره على قد الايد. ومعانا برضو 6 طبق للغرف ممكن تستخدمي للطبيخ. شايفين الديكاله والتصميم بتاعه ما شاء الله، والختم برضو بيكون موجود على كل طبق فيه او كل قطعه فيه. معانا 6 طبق للجاتو، ومش شرط تستخدمي للجاتو، يعني مش معنى بقولك للجاتو يبقى تستخدمي الجاتو بس، ممكن الحلويات. معانا برضو بوله للسلطه، معانا سلطانيه بالغطا، حاجه في منتهى الشياكه ممكن انت تستخدمي لو مش عايزه الحاجه مثلا تبرد بسرعه زي شوربه مثلا. ومعانا برضو براد بالغطا، شايفين بيتحط على النار مباشر. يا جماعه بجد الطقم ما شاء الله، مش محتاج اي كلام او اي وصف فيه. معانا برضو 6 بوله للشوربه او لسان عصفور زي ما انت حابه. الطقم بسم الله ما شاء الله بجد. ومعانا برضو 2 بوله للصوصات او السلطات، شيك جدا. ومعانا اللبانه، شايفين اللبانه بتاعتنا عامله ازاي ما شاء الله. وزي ما قلت لكم متوفر اشكال كتير جدا جدا، ممكن ننزلها لكم في الكومنتات. ودي السكريه بالغطا، برده معانا 6 فنجان شاي، شايفين يعني لا بجد حاجه قمر جدا. يعني لو جاي لك ضيف وكده ممكن انت تقدمي فيه عادي، مش شرط ان انت يعني هتحطيه في النيش بس. ده 6 فنجان للقهوه و6 للشاي، بيكونوا بالطبق بتاعهم 6 و6. ده الطقم بتاعنا، متوفر منه اشكال كتير زي ما قلت لكم. عنواننا الجيزه او بالنمرس، شارع احمد بدوي التجاري، ملك قبطان للادوات المنزليه.